طيب هاجي دلوقتي في السكادول وهدوس رايت كليك سكادول، هدوس رايت كليك هيظهر لي قائمه يقول لي انت عايز تحصر ايه. تمام، اختار اول واحده اللي هي نيو سكادول، انا عايز اعمل حصر للعنصر اللي موجود. تمام، فبيقول لي عايز تحصر ايه، خلينا نحصر مثلا الوول. تمام، وبعد شويه نحصر الباب، وبعد كده نحصر كذا حاجه. هختار الوول دلوقتي وتبدا تسمي الاسم هنا وول سكادول، وهنا بنختار الفيسز. فيسز يعني ايه؟ ممكن يكون المشروع هيتعمل على اكتر من مره، فبيبقى عندي فيز 1 فيز 2 فيز 3. تمام، في هنا جزء اكسيستنج يعني فعلا في جزء مبني، وفي نيو كونستراكشن، فانا اخترت النيو كونستراكشن للحصر وقلت له اوكي. طيب جاب لي الشاشه دي، الشاشه دي عباره عن ايه؟ ايه العناصر اللي انت محتاجها في الحصر؟ ايه العناصر اللي انت محتاجها في الحصر؟ فانا عايز محتاج ايه في الوول؟ هبدا اشوف مثلا الاريا، الكوست، الكاونت، محتاج مثلا فاميلي اند تايب اللي هو الاسم بتاعها، محتاج مثلا الويتس، محتاج التايب، محتاج مثلا الاستراكشر ماتيريال. ببدا اشوف ايه العناصر اللي انا محتاجها في الحصر. تمام، في الفيلد هبدا اختار العناصر اللي انا عايزها واقول له اوكي. هيبدا اوتوماتيك يعمل لي الجدول. لما انا ببدا المشروع انا بعمل كونديت، بيكون في الحصر جاي، بيكون الجدول ده جاي بس وانا كل ما بشتغل حاجه هو بيبدا يرسم. طيب تاني لو انا عايز احصر اعمل حصر سكادول، رايت كليك نيو سكادول واخد. نعم، طيب اللي بيظهر عنده السكادول الفيوز، انا عملت العلامه دي عشان ايه؟ تظهر شويه سكادول، او لو نزلت بالبكره شويه تظهر معاك سكادول نيو سكادول واختار وول، ويقول له هنا وول سكادول واختار الفيسز نيو كونستراكشن. تمام، واقول له اوكي. بيبدا يقول لي ايه الحاجات اللي انت عايزها، ممكن دي اللي هي الفاير ريتنج لو انت عايزها، انا اختار الاريا، اختار الكوست، اختار الكاونت، البيس اوفست بدا من انهي دور، الفاميلي اند تايب عشان اقدر اتحكم فيهم واعرف ايه هم الفاميلي اند تايب اللي يعني نوع الحيطه، الويتس، التايب، التوب اوفست، التوب كونسترينت. اوكي، فيبدا يظهر لي الجدول بالشكل ده. طب لنا الناس. طيب الوول كده تمام. طيب في حد عنده مشكله؟ طيب هعمل جدول برضه وول تاني اهو.
رايت كليك نيو سكادول، تمام، هختار الول، اقول له اوكي، ابدا اختار العناصر اللي انا عايزها، وكل واحد بقى حسب الحاجه اللي هو عايزها. كاونت مثلا نسميها مثلا فاميلي، فاميلي اند تايب، الودز التايب، تمام اوكي. طيب تمام، طيب الناس ركز معايا بقى، اي حته من دول هقف عليها اقدر اقول له هايلايت الموديل. يعني ايه هايلايت الموديل؟ يعني انا عايز اشوفها في الموديل، عايز اشوفها في 3 دي. اي عنصر من دول اقدر ارفع الحته دي واقول له هايلايت الموديل، تمام. فبيقول لي ايه، هيفتح الموديل يبدا يشوف لي الحته دي موجوده فين، فعمل لي زوم على الحته كان انا عندي دوت الاكسل مرتبط بالسكيل. اول ما ادوس على حاجه بيبدا يفتح لي الملف دوت واقدر اشوف الحته دي موجوده فين. وده مهم قوي لما الاقي رقم مش منطقي او حاجه مش مظبوطه ابدا اشوفها، تمام. شو تمام اوكي. طيب عايز ارجع للجدول تاني، من ممكن من اللي فوق ديت، اختار مثلا وول سكادول اي واحده فيهم، وممكن من هنا اقدر اقول سويتش ويندو وابدا اختار الجدول اللي انا عايزه، ماشي. طيب اي جدول فيهم، اي جدول فيهم ببدا اختار من هنا من فيلد. انا عندي هنا فيلد وفلتر وسورتنج وفورماتنج وابيرنس، ابدا اختار فيلد بيجيب لي الحاجات اللي موجوده ديت اللي هي سكادول فيلد. ممكن اعلم على واحده فيهم واقول له اب، تمام، وممكن اعلم على اي حاجه من دول واضيفها الناحيه دي، هقول له ضيفها لي كده او اشيلها. يعني الجدول ده مش ثابت، الجدول ده اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز، اقدر اضيف عليها عناصر واشيل منها عناصر. نعم، بعمل فيلد اهي، فيلد فيلد اديت فيلد، تمام. ببدا اختار الحاجات اللي انا عايز اضيفها، مثلا الفينش، وهنا اقدر اعمل اب الحاجه اللي انا عايزها تطلع فوق، تمام، اقول له اوكي. في حد وقع حاجه ومفكر سنه؟ في حد عنده اي مشكله؟ طيب نعيدها مره ثانيه، احنا هنعمل كذا جدول فهنعيد فكره الجدول دي اكثر مره. من الاول خالص. وول هقول له نيو سكادول، تمام، واقول له ان انا عايز سكادول ده اسمه وول، واقول له اوكي. يبدا بقى يظهر لي القايمه دي، فابدا اختار الحاجه اللي انا عايزها، تمام. ببدا اختار العناصر، مش لازم اللي انا اختاره، تمام. يعني اليو ار ال ده لو انا مش عايزه هقول له ريموف، لو انا عايز حاجه ثانيه هقول له مثلا عايز الاريا، وعايز مثلا الكاونت، وعايز الكوست، دول اللي انا متعود احطهم في الجدول بتاعتي، تمام كده. انا بقى ظهر عندي جدول، اوكي. انت مش محتاج تعمل حصر، هو يبدا يعمل لك الجدول اوتوماتيك. لو انت لغيت اي حاجه من الشغل هيتلغي من الجدول اوتوماتيك. طيب تعالى بقى نشوف الحاجات اللي هنا اللي هي اثر دي. عندي حاجه اسمها فيلد، فيلد دي القايمه اللي احنا اشتغلنا عليها، اللي انا اقدر اضيف بعض العناصر للجدول بتاعي. ايه؟ في البروبرتيز؟ في البروبرتيز عندك؟ قائمة فيلد دي احنا شفناها من شوية. طيب هدخل للي بعد كده، عندي حاجة اسمها فلتر. فلتر ده عباره عن ايه؟ انا مش عايز اظهر الجدول كله، انا عايز اظهر مثلا الحاجات بتاعت الدور الاولاني، عايز اظهر ايه نوع من انواع الحوايط. يعني فلتر ببدا ايه اعمل خصوصيه للعناصر اللي انا عايزها. بقول له مثلا فلتر باي مثلا الحاجه اللي الفوليوم، مثلا الفوليوم بتاعتها اكبر من كذا، خلينا نشوف الفوليوم اكبر من 4 مثلا. ففلتر هيبدا يجيب لي الحوايط اللي الفوليوم بتاعتها اكبر من 4. هقول له اوكي، هتلاقي الجدول بتاعك صغير. انت بس ماشي الويتس، ممكن تقول له ايكوال او ممكن تقول له اكبر من او اصغر من او بيساوي او ما بيساويش، ده انت عايزه. لا انا بلعب.
طيب بعد الفلتر هلاقي عندي حاجه اسمها سورتنج اند جروبنج. سورتنج اند جروبنج يعني ايه؟ يعني هيبدا يرتبهم لي زي ما انا عايز. طيب انا عايز ارتبهم من خلال ايه؟ خليه الفلتر دي هلغيها دلوقتي واقول له سورتنج. بيقول انت ممكن ترتبهم من خلال ايه؟ الاريا، يعني الاريا الصغيره الاول بعد كده الكبيره وهكذا. تمام؟ ممكن ترتبهم من خلال الاسم بتاع الفاميلي مثلا. طيب هنا بيقول لي ترتيب من اكبر لاصغر ولا من اصغر لاكبر. تمام؟ طيب في الاخر خالص في عندي حاجه اسمها ايه؟ جراند توتال. تمام؟ ده بيعمل لي الصم، بيعمل جمع جراند توتال. ماشي؟ وعندي حاجه ثانيه اسمها اتمايز. اتمايز لو انا معلم عليها هيجيب لي كل عنصر في صف لوحده. اتمايز يعني لو عندي 100 حيطه هيجيب لي 100 صف. تمام؟ فانا لازم اشيل العلامه من الاتمايز ديت لو انا عايز يجي لي ارقام بشكل قوي. خلاص؟ طيب انا هشيل العلامه من الاتمايز واقول له اوكي، هيبدا يشوف لي ايه انواع الحوادث اللي موجوده ويبدا يظبطهم لي. طيب خليني اقول له فاميلي ان تايب. تمام؟ انا شلت العلامه التميز وقلت له جراند توتال على اساس يجيب لي الرقم بتاعه. فبدا يجيبهم. طيب في العلامة التميز هيبدأ يحاول ايه؟ يشوف الحاجة اللي متشابهة مع بعض. حسب الحاجة اللي احنا قلناها له، حسب انا مثلا هنا اعمل له ايه؟
من خلال البيزك وول، من خلال فاميلي اند تايب. فاميلي اند تايب يعني نوع الحيطه، فبدا يشوف كل انواع الحيطه ويجمعهم مع بعض. تمام، وجاب لي كاونت. طيب ممكن اجي هنا اديت واقول له خليه الفاميلي اند تايب دي اول واحده، ده دي اسم الحيطه فاميلي اند تايب، والكاونت خليها بعديها على طول. بص شكل الجدول كده، هيبقى عندي الحيطه دي منها 31 مره والنوع بتاعها بيزك وول وهكذا. ماشي، طيب الناس معايا؟ في حد عنده مشكله؟ انا كل ما حيطه بالزيت ايه الحاجه الثانيه انا عامل له تغيير طيب عامل فلتر الناس سولت 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 عندك كذا حيطة؟ مشيتش معايا. مشيتش معايا. طيب. هو عنده كذا حيطة؟ كذا حيطة؟ عنده تقريبا 5 حيطة؟ 81 حيطة؟ بأريا مختلفة. هو مش عارف يكتب أنا رقم فيه. لو أنا طلعت أجيب الرقم، أنا عايز بقى يجمع، عايز أقول له يجمع ويقول لي مجموع الأريا في كلها. ماشي؟ أنا هنا مع بعض. إحنا هنعمل جدول تاني للأبواب، جدول تاني للشبابيك، جدول تاني للهجوم. هتلاقوا نفس الكلام ده بيتكرر. طيب هاجي هنا في الفورماتنج. تمام؟ يعني أول قايمة الفيلد دي اللي هي إيه؟ الحاجات اللي أنا هعمل أعملها فيلد، الحاجات اللي هعملها الفلتر، يبقى أنا بشوف إيه الحاجات اللي هتيجي معايا والحاجات اللي هتيجي معايا بتبقى إيه؟ بره الجدول. بعد الفيلد في عندي إيه؟ في عندي السورتنج اللي هي الترتيب، ويعمل لي جروبنج للحاجات، الحاجات اللي هتيجي مع بعض. طيب بعد كده بلاقي عندي حاجه اسمها فورماتنج. الفورماتنج دوت ده هيعمل لي تنظيم للحاجه بشكل حلو. فورماتنج بلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ الهيدنج اللي هو الراس اللي فوق ده عايز تسميه ايه؟ فتقدر تكتب الاسم اللي انت عايزه، يعني ممكن بدل ما تسميه مثلا فاميلي اند تايب هتسميه مثلا ايه؟ تايب او اي اسم انت عايزه، نوع الحيطه مثلا. تمام؟ الكلمه نفسها عايزها هورزونتال ولا فيرتيكال؟ يعني خليها اوكي او الكلمه اسمها. طيب بعد كده بتلاقي الاينمنت، يعني الكلمه دي متوسطه، ممكن تجيبها ليفت او رايت او ميدل زي ما انت عايز. طيب خلينا نختار بقى ايه الفوليوم مثلا. انا عايز اجمع الفوليوم، الفوليوم هنا مش مجموع فانا عايز اجمعه. تمام؟ طيب الفوليوم بلاقي عندي اختيار هنا اسمه فيلد فورماتنج، بدوس عليه بيقول لي انت عايز تستخدم اني يونت؟ اني يونت؟ انت هتيجي خلال بالمتر ولا بالمليمتر ولا بالانش ولا بايه؟ تمام؟ هو الافتراضي بتاعه اللي هو يوز بروجكت سيتنج، يعني خد نفس الاعدادات بتاعت المشروع. تمام؟ يعني هو في العادي هيبقى يشوف نفس الاعدادات، لو انت عايز تغيرها ممكن تغيرها. على سبيل المثال انا هقول له اعمل لي تقريب مثلا لثلاث ارقام بس كده. تمام؟ او قول له يوز بروجكت سيتنج خد نفس الاعدادات. طيب بلاقي عندي حاجه اسمها اللي هي دي نو كالكوليشن ما تحسبش، او كالكوليشن توتال، او كالكوليشن مينيمم هات لي اقل رقم او ماكسيمم. تمام؟ انا هقول له توتال. يبقى انا عندي اخر خانه يقول لي انت عايز تكسب من التالت ايه؟ عايز توتال ولا عايز اقل رقم ولا اكبر رقم ولا عايز ايه بالظبط؟ انا هقول له توتال واقول له اوكي. هيبدا يعمل لي ايه؟ هيبدا يجمع لي الارقام كلها ويجيب لي المجموعه بتاعتها في كل الحوايط. الفوليوم اهي. طيب ممكن ادخل تاني واقول له فورماتنج واقول له انا عايز الاريا. الاريا كالكوليت توتال. والويتس برضو خليها كالكوليت توتال. فيبدا يجيب لي الارقام. ماشي؟ طيب
طيب دلوقتي بقى هنعمل واحد مثلا من الابواب، يعني خلصنا هنعمل واحد من الابواب. تمام طيب هعمل سكادول واقول له رايت كليك واقول له نيو سكادول وخلينا نختار الدور، وكل واحد يكتب اسمه قبل كلمه الدور، كل واحد يكتب اسمه قبل كلمه الدور. ماشي عمر دور سكادول، هنعمل دور اهو. ابدا شوف ايه العناصر اللي انت محتاجها في الدور. انا مثلا شايف ان انا هحتاج مثلا في الدور ممكن احتاج مثلا الكوست والكاونت والفاميلي اند تايب الدور ماتيريال الويتس. ايه تاني اللي ممكن تحتاجه في الدور؟ الطيب الثيكنس السايز تمام الجدول ده تعمله مره واحده في اول مشروع، وبعدين هيكون معاك التمرين في كل الفرق بعد كده. يعني انت تعمله مره واحده وهتلاقي الرقم كله اتظبط معاك اوتوماتيك.
هندخل نعدل في بعض الحاجات في الجدول في فرق بينه وبين الهجرة تمام؟ طيب معايا؟ هدخل هنا في الإيديت. طيب أنا أول حاجة عايز الفام الأنتايب دي، عايز اسم الحيطة تبقى هي اللي فوق خالص. عندي هنا مثلا الإيه تاني؟ الكاونت اللي هي العدد بتاعهم طلعت فوق. طيب شايف الجزء اللي فوق دوت؟ الجزء اللي فوق خالص بيقول لي انت هتختار منين؟ هختار من الدوس. هختار منين؟ من الدوس. طيب لا انا عايز اختار من الروم، فممكن اجي هنا واقول له انا عايز اختار فروم روم، فروم روم، هختار فروم روم، هاخد منها النيم والنمبر بحيث ان انا يطلع معايا في الجدول كل ده جاي من اي غرفه ويودينا اي غرفه. يعني انا عايز اضيف خاصيه ثانيه اللي هي ايه؟ الباب دوت بيجي من اي غرفه ويودينا اي غرفه. تمام؟ في حد عنده مشكله؟ طيب انت معايا ولا في حد عنده مشكله؟ الفكره كلها انا عايز اغير حاجه معينه، فهاجي هنا على اول جزء اقول له فروم روم واقول له ضيف لي النيم والنمبر، النيم والنمبر عشان اعرف الغرفه دي فيها كام باب، والباب ده بيودي من انهي غرفه لانهي غرفه، واقول له تو روم وابدا اختار النيم والنمبر فاقول له اوكي. بص بقى عند الباب عندي رقمه من الغرفه دي للغرفه دي، فروم روم كذا لروم كذا، فانا بقى عندي جدول بيحدد لي كل باب بياخد من الغرفه لواد الغرفه. تاني اهو. بصوا انا هلغي الحته دي، هعمل سيلكت على دول واقول له ديليت. طيب هاجي هنا من الفيلد وهاجي هنا بدل دور هختار فروم روم، الجزء اللي فوق خالص فروم روم، واختار هنا هقول له فروم روم نيم ونمبر، واختار تو روم النيم والنمبر واقول له اوكي. عمل لي جدول اهو، كل غرفه كل باب بياخد من اني روم ويودي لاني روم. ممكن سؤال، المشكلة دي من النايم هذا ولا من النايم فورمال؟ أنا حاطط سنين. ده هنا اسمه جاي، هنا الغرفة نفسها اللي أنت بتخرج منها من ده 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 ده. سيسمي
مثل هو دوت ان لو حد غير في الغرفه الغير عضو كله ده 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 فشول كله ده مختص ببعض ولا اه تحبوا نعمل حصر ايه تاني تمثال نعمل حصر ايه تاني ليه طيب خلينا ناخد فينش خلينا ناخد فينش طيب بصوا عايزين ناخد فينش الفينش هاجي في السكادول اهو وهقول له انا عايز احصر ماتيريال تيك اوف اللي هي ثالث واحده ماتيريال تيك اوف كده بيحصر ايه بيحصر الدهانات بيحصر الماتيريال اللي موجوده في العنصر هقول له ماتيريال تيك اوف فبيقول عايز تحصر ايه فبقول له مثلا عايز احصر الماتيريال للوول تمام طيب برضو اكتب اسمك قبليها عمر جايب لي القايمه دي ماشي انا قلت له وول واخترت الاسم والفيزز اخترت النيو كونستراكشن وقلت له اوكي هبدا اشوف ايه الحاجات اللي انا عايز احصرها مثلا هعمل سيلكت على شايف ماتيريال ماتيريال كل دول الماتيريال اريا ماتيريال كوست ماتيريال ديسكريبشن وهكذا قلت له حطهم لي في الخانه دي اوكي هيبدا يعمل لي حصر لكل حاجه في المشروع تمام معايا عامل حصر كل حاجه الماتيريال يونت وكل حاجه طيب القايمة ده بص بص معايا هنا في الفيلد اقدر اشيل حاجة من هنا يعني اقول له مثلا دي انا مش عايزها واشيلها ممكن اختار حاجة من هنا واضيفها الناحية دي ممكن مثلا اقول له انا عايز الفاميلي اند تايب طيب الفلتر اتفقنا ان الفلتر هيعمل ايه؟ هيبدا يجيب لي ايه الحاجات معايا الفلتر هيقول لي ايه الحاجات اللي انا محتاجها ممكن اقول له مثلا انا عايز فلتر بالماتيريال اريا يعني اي حاجه مساحتها اقل من 1 متر اتجاهلها مثلا هقول له مثلا عايز الاريا اللي مساحتها اكبر من 1 متر يبقى كده اي حاجه اقل من 1 متر هيتجاهلها طيب اللي بعد كده عندي حاجه اسمها سورتنج اند جروبنج ممكن اقول له رتبهم لي مثلا بالماتيريال نيم ماتيريال نيم ماشي I'm going to go to the hospital.
يبقى انا عندي هنا القائمة دي اول حاجة فيلد اللي انا ايه ببدأ اشوف ايه الحاجات اللي عايزة تظهر معايا في الجدول. ماشي طيب السورتنج هيبدأ ينظمهم لي تمام. بشيل العلامة من اتمايز ديت وابدأ اقول له مثلا عايزها بالماتيريال نيم. الفورماتنج عايز اجمعهم بقى هقول له الفوليوم دي نو كالكوليشن لا خليها كالكوليشن توتال هات لي المجموع بتاعهم. وعندي ايه تاني عندي مثلا الكوست قول له انا عايز المجموع بتاعهم. الاريا عايز المجموع بتاعهم وقول له اوكي تمام. عمل لي ايه بدا يجيب لي الماتيريال نيم الاريا بتاعته قد ايه طيب في حاجه صعبه؟ طيب بص هو مش حاجه مش مشكله هو بيحصل مشاكل نتيجه ان انا عملت حاجه مش مظبوطه يعني مثلا ايه؟ الحيطه انا مش مكملها لحد السقف فاكيد الرقم بيطلع معايا مش مظبوط هو مظبوط بشكل قوي جدا اساسا عملنا موضوع ايه؟ شفنا مش عارف كده اشتغلناها قبل كده وبدانا نقارنها بدوت وبدانا نقارنها بالبرامج والاساس مثلا لو انا مطبق الاعداد بتاعتي ان هو بيقيس من نص الحيطه المساحه من نص الحيطه مش من اخر الحيطه ده ممكن يعمل ايه؟ مشكله بس احنا لو ضربنا مثلا ايه لو انا عندي سقف مائل هو بيبدا يكسب 6 دقايق البرامج الحسابيه بتاعتنا كنا بنعتمد السقف كله في الطبقه لا بدا يكسب الميول بتاعتنا هو ظبيط جدا بس ما اقدرش ادي رايك واقول لك ان هو ما تدورش ورا لا برضه كنا بنسيبش السقف لما لا مش هتبقى تحصل بصي انا مش 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 مش
لانه بقصد اضغط حاجة مفيش جوع ولا بقصد الاطوال لو انا عندي الحته فيها 100 شويه بيبقى كده بالظبط بيكون داخل بالظبط مثلا 90% بس ما اقدرش اقول لك ان هي ممكن عامل بشري يدخل في الغلط مثلا في مثال لو حاسس عمود ومحتاج كمان موجود العمود قطع بيه وبعديه وقف هنا وقف هنا ده بس في المحور بالظبط اقدر اقول كمان تاكيد بالزياده بين الحيطه والعمود هتفرق هو اضرب في عند لو انا بشاهد بصوره كده يعني في كام حاجه كده رحت بسيطه لا يعني هو نفس بعد الصوره بس المفروض ان انا الصوره ان الغلط لو جاء لو كان في غلط وغلط في الاصل انت بتعرف ان الغلط في غلط ولا لا مليون ممكن على النقطه خالص النقطه خالص بتبقى تعملي السبب كل ما تحسن حاجه ده غلط كل ما تزودي حاجه من اصل حاجه بيرجع تاني وقتها للنوب ماشي طيب خلينا نعمل سكادول تمام واقول له ان دي سكادول واختار روم الغرفه تمام وبرضه هكتب اسمي في الاول روم تمام طيب انا عايز ايه اللي انا عايز احسبه في الغرفه ممكن بقى اقول له مثلا عايز الاريا انا عايز البيس فينيش عايز السيلينج فينيش عايز الكاونت عايز الديبارتمنت عايز الفلور فينيش عايز ايه تاني عايز الفوليوم عايز الول فينيش الابر ليميتد النيم النمبر طبعا اهم حاجه النيم والنمبر فاعلم عليهم واقول له اعملهم لي اب فوق خالص بحيث ان الجدول يبدا بالنيم والنمبر طيب تمام كده عايز اضيف معلومه ثانيه هاجي هنا خليها الروم بس طيب اقول له اوكي عمل لي جدول بكل الغرف اللي موجوده في المشروع وزي ما قلنا كل ما اضيف غرفه هو كمان هيزودها لي لازم طيب تمام كده هل هذا مشكلة؟ طيب تعالى نبص كده على القائمة اللي فوق تمام هتلاقي حاجات قريبة قوي من الاكسل تعالى نبص على القائمة اللي فوق يا شباب معايا تعالى نبص على القائمه اللي فوق بلاقي عندي حاجه اسمها كالكوليت تمام بيبدا يضيف لي معادلات وحاجات زي كده سيبك منها دي عباره عن ايه مثلا لو انا عايز الاريا بس اطرح منها 2 اطرح منها 3 طيب بعد كده بلاقي عندي انسرت لو انت عايز تضيف كولوم هنا هقول له انسرت واختار عمود حاجه اضيفها مثلا الليفل ضفت الليفل اوكي فكتب لي الليفل
عندي قايمه دي حاجات عامله زي الاكسل بلاقي انسيرت يبقى انا هضيف حاجه في النص اختار دي كل طيب خلينا نبص كده عندي حاجه اسمها انسيرت يبقى انا عايز اضيف حاجه من الصف دوت ضفت مثلا ايمج طيب لو انا عايز احذف حاجه بدوس عليها واقول له ديليت طيب عندي ريسايز ريسايز ده يعني العمود نفسه بخليه اكبر او اصغر بقول له ريسايز بقول له مثلا بدل ما هو 25 خليه مثلا 40 اوكي ماشي طيب عندي هايد هايد يعني بيخفي لي دوت من الاسكادول بيخفي الجزء ده من الجدول بس ممكن تقول له ان هايد اول يظهرهم لك كلهم يبقى انا عندي انسرت هضيف حاجه ديليت هلغيها ريسايز هغير العرض هايد هخفيها تمام طيب ممكن اعلم على البيس فينش والبيس اوفست الاثنين مع بعض اهو واقول له حاجه اسمها جروب جروب يعني ايه يعني اعمل لي حاجه مشتركه بينهم هكتبهم مع بعض هقول له جروب زي الاكسل جروب فبيقول لي اكتب ايه كلمه هنا هقول له مثلا ده الفينش تمام يبقى انا ممكن اجي هنا واقول له مثلا فلور فينش انقلها لي هاجي هنا واقول له حط لي الفينش كلهم مع بعض هنا بيس فينش وفين فينش تاني السيلينج فينش حطها هنا والول فينش والفلور فينش قلت له اوكي جاب لي الفينش كلهم مع بعض فهاجي هنا دي هقول له انجروب وابدا اعلم على الحاجات اللي فينش هم الاربعه دول واقول له جروب واقول له دول اسمهم فينش طيب الناس تجرب طيب عايزين نحط بقى حاجه في الشيك وعايزين نصدرها على الشيك طيب عايز احط الحاجات دي في الشيت عايز احط الحاجات دي في الشيت طيب خلينا نفتح شيت احنا ما اتعاملناش مع شيت قبل كده انا عارف وهناخد له محاضره ايه قول بس قول لا 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 ماشي طيب هقول له نيو شيت شايف الشيت تحت الاسكادول في شيت هقول له ايه نيو شيت بيقول لي انت عايز اني واحد فيهم هقول له مثلا اول واحد فيهم تمام طيب ده الشيت اللي هي البارت بتاعتنا عايز احط بقى في الاسكادول مجرد دراج ودروب هبدا اسحب الاسكادول انا الجدول اللي انا عامله عشان كده ايه قلت لك احطه باسمك الشيت اهو تحت الاسكادول على طول هتلاقي شيت طيب خلينا نسحب مثلا وول سكادول واحط هنا تمام مجرد ان انا عملت شيت وسحبت الجدول دراج دروب تمام الدور سكادول ممكن تسحب برضه تحطها في حد حط عنده مشكله؟ لا خلاص اسحب الشيت اسحب الجدول ايوه واحد Thank you.
طيب ممكن نتحكم في الموضوع ده ازاي؟ هيبقى في طريقتين نحل بيهم المشكله دي. اول حاجه شايف الحاجات دي المقابض دي ابدا احركها بحيث ان الكلمه تظهر كده كامله اهي. المقابض اللي فوق ببدا احركها بالشكل ده. هتلاقي الجدول اتظبط معاك ماشي. وحاجه ثانيه تمام طيب لو عملت سيلكت هنا تمام او اختار الجدول اللي انا سحبه دوس عليه مرتين. دوس على الجدول مرتين ماشي. احنا خدنا فيلد. فاكرين فيلد دي بتاعت ايه؟ ابيرنس اللي احنا ما جيناش جنبيها. ابيرنس دي بتظهر بس لما تحط الحاجات في الشيت. عباره عن ايه؟ اختار الخطوط اللي انا هكتب فيها اللي هي في قلب الجدول واختار حجم المقاس الكلام تمام. مش هيبان غير في الجدول. فبيقول لك انت عايز جريد لاين واني خط فيهم. ممكن تختار خط منقط مثلا او سنتر اي نوع خطوط انت عايزه. الاوت لاين تقدر تختار نوع معين ماشي. طيب التكست عايز تكست يبقى ارتفاعه كام؟ يعني لو انت عايز تصغره تقدر تصغره. ده عندك التايتل تكست اللي هو فوق خالص، الهيدر تكست، البادي تكست. تقدر تغير المقاسات بتاعت الكلام ده. تمام؟ فهمت الابيرنس دي مهمتها لما احط حاجه في قلب الشيك تظهر ازاي؟ تغير اللون، غير الشكل، غير الضغوط، غير كل انت عايزه. تمام؟ طيب الناس اللي بتعمل سينك هتلاقي الجداول اللي الناس عملتها ولا بتظهر عندك؟ اعمل سينك سيكولايزيشن. انا بعت الفيديو محمد امبارح في حاله النهارده. لو حد حابب ايه هو ده هو عشان كنا عملنا زي في نفس الوقت بس الشغل الحلو طلع كده لما نعمل
طيب عايزين نعمل حاجه بقى، نعمل ايه؟ عايزين اقرب الجدول دوت وافتحه على الاكسل، يعني عايز الجدول بتاعي افتحه على الاكسل. ماشي؟ اه يعني انت كده هتصدرك اوتوكاد او تصدرك بيجي ايه؟ لا انا عايز اخد الاكسل، اعمل ايه؟ فافتح افتح الجدول ما تفتحش شيء، يعني خش جوه الجدول. على فكره ما صغيرت. طيب انا لسه ما ظهرش عندي ريكوست. او في حد جنب الكوت؟ ممكن عشان انت لسه هتسمع مستر. طيب دلوقتي انا عايز اصدرها للاكسل، هعمل ايه؟ هفتح السكادول مش الشيت، السكادول مش الشيت، واقول له فايل سبورت وانزل ولاقي عندي اسمها ريبورت سكادول اكسبورت ريبورت سكادول. تمام؟ اه. وهو بيصدر لي كتي اكس بي، بيصدر كتي اكس بي، بيصدر لي كتي اكس بي. ماشي؟ ايوه من فايل فايل اكسبورت فايل اكسبورت وهنزل واقول له ريبورت سكادول. تمام؟ هو هيصدره كايه؟ كتي اكس تي. خلينا نصدره كده على الديسك توب تي اكس تي سيف. هو ايه اللي مفيش؟ طيب صدروا على افتح بقى الاكسل عادي اي اكس سي ال. ايوه هنفتحه دلوقتي على الاكسل مش عارف ايه. صدر بس اكس سي بقى. تمام. طيب هاجي هنا في الاكسل هقول له اوبن. في الاكسل بقول له اوبن. لا لا انا عشان بتحرك كتير. لا 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 تسلم الله يكرمك. بقول له كمبيوتر وهقول له ان انا عايز اعمل اوبن براوس اهي. انا عايز اختار ملف التكست اللي انا لسه مصدره على الديسكتوب. ديسكتوب ماشي. هو مش جايب لي ملف التكست. فهاجي هنا واقول له ايه؟ قول فايل واختار الملف التكست اللي انا عايزه اللي هو 4. ماشي. هقول له اوبن. هيسالني بعض الاسئله عشان يفتح لي الملف. هقول له فينش. اكبر دماغه اقول له فينش فيطلع لي الجدول بشكل دوت. طيب براوزر وبعد كده بقول قول فايل اختار ملف التكست اللي انا عايزه. اه
نعم ما هي الفلتر؟ طيب نعمل مراجعة سريعة كده، عمل مراجعة سريعة ونبدأ نشوف ايه الحاجات اللي وقع منها مشاكل. تمام طيب يبقى انا عايز اعمل الجدول، اقول له جدول هوس كادول، اقول له نيو كادول، وببدا اختار الـ الحاجه اللي انا عايز احصرها. وليكن مثلا عايز احصر مثلا فرنتشر مثلا، فرنتشر. طيب خلينا او فرنتشر هيت، هقول له اوكي. بيقول لي عايز ايه الحاجات اللي انت عايز تحصرها، هقول له كوست الكاونت الفاميلي وهكذا. ال بقول له اوكي تمام، فهيبدا يجيب لي العناصر كلها بالشكل دوت، تبدا تحصر اللي انت عايزه. طيب خلينا نعمل حصر مثلا للشتات، لو انا عايز اطلع شيك ليست، طيب هاجي هنا. احنا شفنا السكادول وشفنا الماتيريال تيك اوف، هقول له بقى شيت ليست. هيقول لي ايه الحاجات اللي انت عايز تطبعها في شيت ليست، اللي هي الصفحه الاولانيه اللي احنا بنراقب على المشروع، كل لوحه اسمها ايه وايه اللي راجعها والسكيل بتاعها والحاجات دي كلها. طيب هختار ايه بقى من هنا؟ هختار مثلا ابروفد باي والكاونت والريفيجن والزبلين. نعم باسم كل لوحه ورقمها ومين اللي رجعها ومين اللي اشتغل عليها وكل الحاجات دي. تمام؟ ده كل ما هتكتب شيت هو اوتوماتيك بيبدا يعدل نفسه ويحط الشيت دوت، ويبدا ينبهنا مثلا الاسامي الناس اللي رجعت ما رجعتش الحاجات دي كلها. واي رقم بتحطه هنا اي رقم ايه
طيب انت ممكن بس ايه عايز لو عايزين تزود شويه الوان معايا ممكن تزود شويه الوان ممكن تعمل سيلكت وتقول له مثلا ايه انا عايز اعمل شيدنج باللون دوت تمام فيبدا يديك لون الحاجه دي عناصر وتبدا العمود تقول له شيدنج وتبدا تختار لون معين مثلا طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل الاينمنت محاذاه نفس الاكسل يعني هو بيديك بعض الحاجات زي الاكسل تمام وفي بوردر لو انت عايز تحط مثلا اوتسايد او انسايد يبدا يحطهم لك عايز تشيلهم تقدر تشيل العلامات ديت لو انت مش عايز يظهر معاك في الشيت